الفيديو هذا عبارة عن المشاركة ديالي في مسابقة ديال اليوتيوبرز اللي ضمتها بودكاست عربية. اليوم جيت نهضر لكم على العيد الكبير. العيد الكبير أول ما كتسمعوا هاد السمية هذه أول حاجة كطيح ليها في الدماغ ديالنا هو هاد المخلوق هذا. وغير كيوصل العيد الكبير كيبانو شي أنشطة عالم. ها اللي كاين دجنة عييتي، ولكن انا هاد السيد اللي سالا معايا من انتم؟ كري الحولي الى كاع غلا 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 غتجيبو ب 1500 درهم. دابا جيب ديك 1500 درهم وشوف اش غتجيب لك شي واحد بحال هذا. ويا ربي السلامه كتلقى عندنا شي حواله 8 د الناس اللي تحموا عليه ما يدخلوش للدار. انا مع امك الحظ يلا بيه لي عمرك شي عمر علي خايف واش فكي خايف عمرك عمر شي علي خايف يو بصفة خويا ما يكون هاد الحولي قبيح. شوفوا كيفاش كيعاملوا الحولي. الحولي عندنا جيني يا صريدي ودابا يجي دابا يجي الكويت يجيب الله دابا يجي الحبيب يجيب الله اخلي اخلي الحولي غالي ويوا الحولي والحولي الحولي بين فلوسكم الحولي عندهم الحولي كيدير السر كاع ما درت انا اللي عاد بنادم ما كنت ويا كنت ويا وهذوك اللي ما عندهمش باش يشريو الحولي لقاو لهم حل لهاد المشكله هذه. تفرج قال تجوز الاضحيه من الطيور وقال لا ابالي ان اضحي بدي قال لك اسيدي عيدو بالطيور لا لا سي المفتي ولا المنتج ولا سماك الله لا يدوك احنا بالتنسيمه ديال الغنمي مالنا على هاد المشاكل كاملين وهادشي اللي كاين ما تنساوش تشاركوا الفيديو تبارطاجوا مع اصحابكم ديروا لنا جيم واحد كومونتير للفيديو تهلاو